كما هو معروف الأشهر القادمة هي أشهر موسم الإنفلونزا، وطبعا حالات الكورونا مستمرة في المجتمع، وبالتالي سنتطرق في هذا الفيديو إلى عرض أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين كل من الإنفلونزا والكورونا، وسنستخلص بعض النقاط التي تساعدنا على التعامل مع هذين المرضين. فبداية أوجه الاختلاف بين الإنفلونزا والكورونا، فالنقطة الأولى في الإنفلونزا أقل انتشارا من الكورونا، بحيث أن كل مريض مصاب بالإنفلونزا يعدي حوله وسطيا 1.3 من الأشخاص، بينما مريض الكورونا يعدي من 2 إلى 2.5 من الأشخاص حوله. النقطة الثانية، الإنفلونزا فترة حضانتها قصيرة نسبة للكورونا، فهي فقط من 1 إلى 4 أيام وسطيا 2، بينما الكورونا هي من 1 إلى 14 يوم وسطيا 5 أيام، ولذلك كانت فترة الحجر في الكورونا هي 14 يوم. النقطة الثالثة هي أن الإنفلونزا أقل خطورة من الكورونا، فنسبة الدخول إلى المشافي هي حوالي 2% في الإنفلونزا، بينما تصل إلى 20% أو أكثر من مرضى الكورونا يدخلون المشفى. وكذلك نسبة الوفيات في الإنفلونزا أقل مما هي عليه في الكورونا، فهي 0.1% أو أقل في الإنفلونزا، بينما هي من 1 إلى 3.4% في مرضى الكورونا، وقد تكون النسبة أعلى من ذلك في بعض البلدان. الفئات العمرية التي تصاب بالكورونا هي من متقدمي العمر وذوي الأمراض المزمنة والبدانة، إضافة إلى الشباب. وتقل الإصابات بشكل عام عند الأطفال، بينما في الإنفلونزا فهي نفس الفئات العمرية للكورونا، إضافة إلى الأطفال والحوامل. من الناحية السريرية، يصعب التفريق بين حالات الكورونا وحالات الإنفلونزا فقط بناء على الأعراض أو الفحص السريري، حيث أن الأعراض الأساسية للكورونا من حرارة وسعال وتعب أو وهن عام، إضافة إلى الآلام العضلية، هي نفس أعراض الإنفلونزا. هناك بعض الأعراض التي يمكن أن توجه أكثر إلى الكورونا، مثلا فقدان حاسة الشم والتذوق، هي أكثر شيوعا في الكورونا مما عليه في الإنفلونزا. بالمقابل هناك بعض الأعراض هي أكثر شيوعا في الإنفلونزا، مثل القشعريرة، إضافة إلى التهاب الأنف والسيلان الأنفي. لكن كما ذكرت، الأعراض موجودة في الطرفين، وبالتالي يصعب التمييز من الناحية السريرية بين المرضين. لكن هناك ضرورة لوضع التشخيص، وذلك بسبب وجود دواء التاميفلو أو الأوزلتامافير، الذي له فعالية ضد الإنفلونزا وغير فعال ضد الكورونا، وبالتالي وضع التشخيص يجب أن يكون عن طريق أخذ مسحة من البلعوم الأنفي وفحصها مباشرة بالبي سي آر أو بالفحص الخاص بالإنفلونزا السريع، لتأكيد أو نفي الإصابة بالإنفلونزا، وبالتالي تقرير إعطاء الدواء من عدمه. وباعتبار أن وسائل الوقاية من الإنفلونزا هي نفس وسائل الوقاية من الكورونا، بحيث أن الشخص يجب أن يلتزم بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة، إضافة إلى غسل اليدين ومسح السطوح حوله، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون حالات الإنفلونزا هذا الموسم أقل مما هي عليه في المواسم السابقة. إضافة لذلك، هناك لقاح نسبيا فعال تجاه الإنفلونزا، ويجب البدء بأخذ هذا اللقاح خلال الأسابيع القادمة. هذا اللقاح لا يقي من الكورونا، لكن إعطاء اللقاح يمكن أن يخفف من حالات الإنفلونزا في المجتمع، وبالتالي يخف الالتباس بين هل هذه الحالة هي حالة إنفلونزا أم حالة كورونا، وخصوصا بعدم توفر الفحوص التي تساعد على تأكيد الإصابة بالإنفلونزا أو بالكورونا.